اعزائي المشاهدين برحب فيكم من جديد ببرنامج الخليقه اسطوره ام حقيقه حلقه هذا الاسبوع بنعمه الرب رح نكو رح تكون بنعمه الرب حول تحليل نظريه داروين وطبعا داروين هو صاحب نظريه النشوء والارتقاء سعداء جدا من جديد انه طبعا اتقابل واستضيف ضيف البرنامج الدائم خادم رب المبارك الدكتور ناجي اسكندر، فانا بشكر الرب من اجلك دكتور فعلا يعني دعوه الرب لحضرتك واضحه جدا شكراً. ومفيده جدا. نشكر رب, رب, رب يستثمر كل تعبنا وتعبك شخصيا لمجد اسمه. تمام. طبعا حضرتك فاكر والساده المشاهدين فاكرين معانا ان احنا دراستنا هتكون في ثلاث حلقات. الحلقه الاولى زي ما هي ظاهره قدامنا على الشاشه دلوقتي اللي هو البيولوجي. اللي هو علم الأحياء وده اللي هنركز فيه الحلقة دي والحلقات القادمة نعم. ونركز طبعا على نظرية داروين وفاكرين أنه في حلقة بعديها اللي هي الجيولوجيا وطبقات الأرض وهنتكلم عنها بالتفصيل لما نتكلم عن طوفان نوح وعن الحفريات وعن طبقات الأرض وفي دايرة تانية وهي الفلك نعم. ونظرية النشوء والارتقاء في الفلك اللي هي اللي اسمها البيج بانج أو الانفجار العظيم نعم. فإحنا هنركز في حديثنا الآن على نظرية دارون وهنبتدي بالآليات المفترضة للنشوء والارتقاء يعني إيه الكلام ده؟ يعني علشان حاجة من خلية صغيرة واحدة طبعا هم ما شرحوش إزاي بدأت فيها الحياة بس هنفترض إن فيها حياة منها. عشان تنتقل من خلية أحادية إلى خلية إلى إلى جسم أنسجة وإلى أعضاء وإلى جسم محتاجة تضاف فيها معلومات على الدي ان ايه بتاعها، على الجينات بتاعتها. نعم. المعلومات لا تاتي من الماده، المعلومات تاتي من مصدر ذكاء. نعم. فبالتالي في مشكله ضخمه في الارتقاء، ما هو النشوء يعني النشاه والارتقاء يعني بيعلى في السلم. التطور. التطور، نعم. تمام؟ طبعا النظريه دي كانت موجوده بشكل ما عند الاغريق اكشولي. وكان جد داروين من الناس المتحمسين ليها. داروين كان عنده ملاحظات دقيقه جدا. ده شيء جميل جدا لما راح في رحلة البيجل اللي راحوا فيها للجلابكس آيلاندز اللي موجودة في أمريكا الجنوبية <applause> لما راح هناك شاف أن طائر الفنش المنقار بتاعه بيختلف حسب نوع الأكل فقال لك الطبيعة بتنتخب الكائن اللي يقدر يعيش فيها ففهم أن الطبيعة ممكن تخلق <applause> مع أن الطبيعة ما تقدرش تخلق لأنها جماد <applause> وبعدين قال لك حاجة تانية قال لك أن في الطفرات مع ان الطفرات عباره عن كوبينج ميستيكس يعني بتعمل نسخه مثلا من جواب وبتطلع النسخه دي لما بتصورها اوحش من الاصل فعمرها ما بتحسن فعنده ركيزتين مهمتين جدا في نظريه النشوء والارتقاء الركيزه الاولى زي ما احنا شايفين اسمها الانتقاء او الانتخاب الطبيعي اللي هو الناتشرال سيلكشن الحاجه الثانيه هي الطفرات العشوائيه اللي هي الراندم ميوتيشنز هم دول الركيزتين الاساسيتين اللي هو بيعتمد عليهم عشان يفسر الحياه وتطورها اللي احنا شايفينه قدامنا الانتخاب الطبيعي ايوه والطفرات العشوائيه أيوة. بس على هودي هما الاساس بتوع هذا النظريه, النظرية. لان دارون ما كانش يعرف علم الجينات علم الجينات جاء بعديه بمندل فهو كل اللي شافه الظواهر الخارجيه وقال لك ان الطبيعه هي اللي بتقدر م. تأقلم الكائن أن يعيش فيها وبتستثني الكائن اللي ما يقدرش يعيش فيها. وعلم الجينات هو طبعا الدي ان اي يعني اللي ان ال 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 طبعا اكتشف بالتفصيل بعد كده. ونشكر الله لاجل الدي ان اي طبعا لانه الدي ان اي زي ما تقول يعني حطت كل واحد في مكانه الصحيح. بالضبط لانها بتوضح قدره الله زي ما شفنا آه آه بيل جيتس ال العالم الكبير العامل ال المايكروسوفت. بيقول لنا اه تبع الكمبيوتر مم. بيقول لنا انه مش ممكن آه نقدر نعمل حاجه زي الدي ان اي بالنسبه للبرمجه لان برامج الكمبيوتر المعقده الكتيرة اللي عملها الدي ان اي اكثر تعقيدا من كل اللي هو قدر يعمله. مم. وهذا برهان على انه هناك شخص عاقل طبعا خلف هذه الامور اللي هو الله بالظبط كده لان برامج الكمبيوتر مش بتطلع بالصدفه. مم. مش كده برضو؟ فال ان اكثر تعقيدا منها نعم. فبرضو يبقى لازم نستنتج انه ما بيطلعش مم. بالصدفه. مم. فالجزئيتين اللي عايزين نتكلم فيهم العمودين الكبار بتوع نظريه النشوء والارتقاء مم. هما الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائيه. مم. وعايز اضيف حاجه صغيره هنا يا اسيس جون. مرات كثيره الناس تقول لك لا دي نظريه النشوء والارتقاء دي مجرد نظريه ما نصدقهاش، ما ينفعش الكلام ده في العلم، مم. ليه؟ لان الموضوع بيبتدي بهايبوثيسيز يعني افتراض وبعدين نلاقي ظواهر قد تؤكد هذا الافتراض فيصبح نظريه وبعد النظريه لو اثبتنا النظريه تبقى حقيقه فده التطور الفكري بتاع تكوين اي حاجه نعم. فمثلا الجاذبيه الارضيه نظريه احنا عندنا نظريه الجاذبيه الارضيه تمام ان كل ف... الاشياء تتساقط آه. الى ارضا بالظبط فالفكره <applause> كالاتي ان ما ينفعش نقول ان نظريه النشوء والارتقاء دي بتاعه داروين دي مجرد نظريه ما يهمناش ندرسها لا لازم ندرسها ولازم ندرس كل مكوناتها ونحللها زي ما احنا بنحاول نعمل. لانه لا زالوا يعلمونها بالجامعات والمدارس طبعاً دي هي الاساس للاسف في التعليم المدرسي والتعليم الجامعي وما بعد الجامعي كمان هي دي أساس التفكير في البيولوجي حالياً نعم. لكن في تيار تاني دلوقتي بيرفض ذلك بالكامل من العلماء من الملحدين. العلماء اللي هم ما لهمش علاقة بالكتاب المقدس ملحدين تقريباً ملحدين يعني. أو آه. عالميين عالميين نعم. دنيويين دنيويين فبيقولوا نعم. آه في كان في مؤتمر قريب قوي في, في إنجلترا وبيقولوا فيه أنه ما فيش أن نظرية داروين سقطت بشكل لا يمكن إصلاحه حالياً ماجداً حالي. للرب تمام ماجد ده حصل في ديسمبر العام الماضي ديسمبر 16 <applause> 2016 كل علو يسقط امام الله طبعاً. كل علو يتكبر على الله يسقط طبعا مهما طال الزمان بالتاكيد نعم تعال بقى نشوف الانتخاب الطبيعي ده بيعمل ايه تمام ونشوف اذا كان يقدر يعمل حياه ويكبرها ولا لا نعم فالانتخاب الطبيعي هو ظاهره واقعيه فعلا في حاجه اسمها انتخاب طبيعي او تاقلم في كائنات تقدر تعيش في ظروف معينه كائنات تانية ما تقدرش تتأقلم فبتموت في بيئة معينة في بيئة معينة <applause> فالانتخاب الطبيعي ظاهرة حقيقية لكن الانتخاب الطبيعي لا يعد تطورا لأنه الانتخاب الطبيعي بتنتخب من اللي موجود تمام أوكي. مش, بت... مش بت... قوة غير خالقة هي قوة موزعة توزع الكائنات عشان تعيش في أماكن أوه. مختلفة حسب امكانياتها يعني مثلا الدب القطبي ما بيقدرش يعيش آه. بافريقيا بالظبط كده نعم. ما يقدرش يعيش في خط الاستواء نعم. ليه؟ لان الطبيعه بتنتخبه او بتقول انه ده عايز الجو البارد لو حطيته في جو حار شديد الحراره مش مش هي, هي... بالظبط فالانتخاب الطبيعي في حد ذاته حقيقه واحنا بنؤمن بيها م. لكن انتخاب الطبيعي هي عمليه معتدله وليس عمليه خلقيه يعني ما يقدرش يخلق ما يقدرش يخلق الدب مم. لكن يقدر يقول الدب يعيش فين ولا يطور الدب اه التطور الدب ده بقى معتمد على البيئه في حاجه اسمها ابيجينيتكس هدخل فيها حته صعبه شويه الابيجينيتكس ان الجينات ممكن تتفاعل مع البيئه للحيوان او الكائن اللي موجود فيها وتدي له صفات يقدر يتعايش فيها مع البيئه فالفكره التعايش دهو حاجه مش في الجينات حاجه اسمها epigenetic يعني ما فوق الجينات بالتفصيل يعني يعني زي ما تقول دور وظيفي في الجينات الله سمح حطو بترتيبه حتى تقدر هالكائنات تتاقلم بال بالضبط كده ده, ده تعبير <applause> ظريف جدا نعم وواضح جدا فالانتخاب الطبيعي ظاهره واقعيه لكن الانتخاب الطبيعي لا يعد تطورا لان الانتخاب الطبيعي هو عمليه معتدله بيوزع بس الكائنات لكن مش بيخلقها او يخليها تتطور، يخليها يعني تتأقلم. نعم. أكليماتايزيشن <applause> الكلمة اللي بنقولها انه بتتأقلم مع المكان اللي هي موجودة فيه. وشيء نشكر طبيعي نشكر وشيء طبيعي رب. نشكر رب انه عمل كده. ده من حكمة ربنا لأنه إذا إذا الكائنات اللي الله خلقها لا تستطيع أن تتأقلم في البيئة اللي الله سمح تكون فيها، معناها في نقص. بالظبط كده. لأنه يعني الله الكامل عنده حكمة كاملة أنه يقدر يريح الخليقة. بالظبط كده. اسمه. كل مكان يريح. بالظبط نعم. بالظبط كده تعالى هناخد فكره صغيره قبل الفاصل علشان نكملها بعد الفاصل نعم. بنعمه طبعا. الرب تعالى نشوف الصفات الوراثيه اللي فينا نعم. ليها حاجتين حاجه اسمها مورفولوجي يعني الشكل الخارجي مه. وحاجه تانية اسمها جينيتك ميك اب يعني الجينات اللي بتعمل الشكل الخارجي اوكي فاحنا هنعمل تزاوج بين كلب وكلبة كمثال نعم وهندرس صفة واحدة وهي طول شعر الفراء بتاعهم الفروة بتاعتهم طول الشعر بتاعها ايه نعم فهنختار كلب وكلبة شعر الفراء بتاعهم متوسط الطول اتنينهم نعم ات للاثنين, اه. للاثنين متوسط الطول نعم فده اللي احنا شايفينه بعنينا طيب التركيب الجينات بتاعتهم ايه بقى هيبقى اس ال اس يعني شورت وال يعني لونج نعم اس ال هيطلع لي شعر متوسط واس ال هيطلع لي شعر متوسط طبعا الموضوع اكثر تعقيدا من كده كتير قوي 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 احنا بس بنبسطه جدا جدا نعم. لكن المبدا اللي بنشتغل عليه مبدا صادق وسليم م. لكن طبعا في حاجات كتيره قوي تتداخل في الموضوع اوكي فدلوقتي هنجوز كلب وكلبه لان احنا بناخد نص الصفات الوراثيه من اب ونص الصفات الوراثيه من الام تمام ودي مش حكمه من من طبعًا الله دي حكمه دي عظيمه <applause> لا طبعا مش صدفه نعم <applause> ففي الرسمه اللي قدامنا بنشوف الكلب والكلبه دوله والكلبه حطينا لها فيونكه عشان تبقى دي الفيميل <applause> والكلب اس ال واس ال ايه <applause> اللي ممكن يحصل ممكن الاس اللي تيجي من الام اللي هي بالاحمر مع الاس اللي تيجي من الاب اللي هي بالازرق شورت شورت يعني قصير قصير اه يطلع الـ 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 الكلب الجديد البابي الجديد ده يطلع اس اس يعني يطلع شعره قصير برغم الاب والام شعرهم متوسط لكن ابنهم يطلع اس اس ممكن يحصل ايه تاني ممكن تيجي الاس من الام اللي هي بالاحمر والال من الاب فيطلع اس ال يعني شعر متوسط ممكن يطلع حاجه تانيه إن ال الحمراء اللي جايه من الأم وال ال الزرقاء اللي جايه من الأب يتجمعوا في البابي الجديد اللي هيطلع م. ده ويبقى ال فممكن برغم الأب والأم شعرهم شعر الفراء متوسط إلا إن الأجيال اللي ممكن يطلعوها قصير متوسط وطويل خلينا م. بس نفهم هذا الفكر وهنرجع له تاني م. ونشوف إزاي الانتخاب الطبيعي يس. بيوزع هذه الجينات المختلفه امين امين طبعا احبائي قبل ما ناخذ الفاصل بنعمه الرب يسوع المسيح الحلوين انه انا بؤمن من كل قلبي بحسب كلمه الله انه حتى الاس اس يعني القصير الأصير او ال ال الطويل الطويل حتى في الشعره الله بيسمح فيها يعني الامور مش عشوائيه في خالق وفي مدبر لهذا الكون الرب يسوع شو قال؟ قال شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بعلم أبيكم أو بإذن أبيكم. أحبائي بنعمة الرب يسوع المسيح رح ناخذ فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا بنعمة الرب يسوع المسيح. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714 709 أو راسلنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على Box 3610 Seal Beach, California 90740 أحبائي المشاهدين من جديد عدنا إليكم بعد الفاصل ببرنامج الخليقة أسطورة أم حقيقة؟ بنعمة الرب رح نتابع حوارنا مع خادم الرب الدكتور الفاضل الدكتور ناجي اسكندر دكتور رح نتابع في الموضوع حول طبعاً تحليل نظرية داروين كما أعطينا الحلقة اسم تمام. وفعلاً نحن عم نحلل النظرية هنكمل أه في الانتخاب الطبيعي ده <applause> دلوقتي شفنا زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا اللي شفناها قبل الفاصل ان لما بيحصل تزاوج بين كلب وكلبه ده كمثال <applause> وخدنا صفه واحده ندرسها في صفات كتيره قوي ان لما يكون الشعر متوسط للكلب والكلبه الاباء الاب والام ممكن يكون الاجيال اللي تطلع منهم شعر قصير اللي هو اس اس شعر متوسط اس ال شعر طويل ال ال تعال بقى نشوف في الصوره اللي بعد كده هنهجر العيلة مكونة من شعر قصير شعر متوسط شعر طويل التركيب الجيني ده الشكل الخارجي المورفولوجي نعم <applause> نعم <applause> التركيب الجينات بتاعتها ايه؟ اس اس اللي هو شورت شورت اس ال اللي هو شورت ولونج يطلع متوسط وال ال اللي هو يطلع طويل يعني اس اس يعني قصير قصير اس ال قصير طويل ايوه وال ال طويل طويل بالظبط نعم. فالنتيجه بتاع ده الجينات لما تطلع بقى في الشكل الخارجي تلاقي ان الشعر الاس اس قصير الشعر الاس ال متوسط ال ال, ال طويل اوكي نعم. ده كلام كلنا متفقين عليه ده علم تجريبي طبعا احنا مبسطينه قوي زي ما قلت عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا معانا احنا فاهمين موضوعات الجينات والبنتريشن وحاجات كتيره قوي قوي في, في الوراثه لكن احنا مش داخلين في التفصيلات دي احنا بنتكلم عن المبدا الاساسي م. في التوزيع يعني حتى لو حضرتك بدك تطال هيدو الامور بالنسبه للخلايا الداخليه لابد انه في اشياء كثير من الوراثه آه اندمجت ببعضها في اه في تفصيلات كثيره جدا م. اللي يحب التفصيلات ممكن يتصل بينا ونتكلم مع اكثر واكثر بالتفصيل لكن احنا بندي المبدا والمبدا سليم لكنه مبسط للغايه يعني. بس حضرتك عم تكتب كتاب حول هالامور هيدي آه. بتصور يمكن حتكون الامور هيدي يعني مذكوره باسهاب طبعا آمين. بنحاول نعمل كده ان شاء الله آمين. تمام فهناخد العيله دي اللي تكونت من شعر قصير شعر متوسط شعر طويل تعال نهجرهم لحته برد هناخدهم في حته شديده البروده م -م. تمام ايه اللي هيحصل بقى في المنطقه دي في المنطقه شديده البروده اللي شعره قصير اللي هو تركيبه جيني اس اس مش هيقدر يعيش. الشعر المتوسط اس ال مش هيقدر يعيش. مين يقدر يعيش؟ ابو شعر فراق طويل. فاللي هيحصل الاتي انه اس اس هيموت من البرد واس ال هيموت من البرد واللي يقدر بس يعيش في الاجواء الشديده البروده هو ال ال اللي هو شعره طويل. فالطبيعه انتخبته اذا بالظبط كده، ده نعم. الانتخاب الطبيعي. نعم. الطبيعه ما خلقتش حاجه نعم. هي انتخبت. فاللي بيحصل بقى ايه؟ هنعمل لهم الجنازه بتاعتهم. <applause> الناس اللي مات <applause> ال... <applause> فالإس إس مات فإحنا فقدنا الإس بالكامل هنا والإس إل مات كل اللي اتبقى إيه هو الإل إل -L -L اللي هو الشعر الفراء الطويل بس ده الانتخاب الطبيعي طبيعة انتخبت نتيجة الظروف اللي اتحطت فيها هذه الكائنات الحية إنه الإل إل -L -L بس اللي هو الشعر الطويل هو اللي يقدر يعيش <applause> أبو شعر قصير وشعر متوسط ما قدروش يعيشوا فاحنا فقدنا في في الانتخاب الطبيعي بنفقد بعض الاشياء، فقدنا الاس بالكامل دلوقتي. الا اذا رجعنا عملنا تهجين تهجين من اس اس مع بمكان اخر بالظبط نعم. مع ال ال نعم تمام؟ نعم. او اس ال مع ال ال زي ما زي ما البشر بيتزاوجوا اسود ابيض أه. بالظبط نعم فكل اللي حصل في الانتخاب الطبيعي أن المنطقه الشديدة البروده عاش فيها ابو شعر طويل جدا اللي هو ال ال ده هو بس والال ال هيتجوز من ال ال في المنطقه دي الا اذا عملنا تهجين فكل المناطق الشديده البروده بنلاقي فيها الفروه الطويله الشعر هو ده الانتخاب الطبيعي تمام يعني مش عايزه فلسفه اه ومش عايزه قوه غير خالقه هي ما خلقتش حاجه صح هي وزعت الجينات وزعت الظواهر قسوه الطبيعه لم تسمح لل لل للاخرين انهم يعيشوا انهم يعيشوا وده انتخاب طبيعي صح وده اللي سموه البقاء للاصلح الاصلح للبيئه دي م. تمام تعالى عشان نؤكد المعنى نرجع تاني ناخد العيله دي اللي اتكونت اللي هو الاس اس اللي هو اللي هو الشعر القصير الاس ال الشعر المتوسط ال ال الشعر الطويل تعالى ناخدهم منطقه حاره جدا تمام احنا بناخد الاكستريم عشان نبين المعنى طبعا ده مثال لكن زي ما قلنا في تفصيلات كتيره احنا مش داخلين فيها لان احنا بنقدم الفكره الاساسيه نعم تعال ناخدهم لمنطقة شديدة الحرارة تعال نشوف إيه اللي هيحصل بقى اللي شعره طويل قوي مش هيقدر يتحمل الحر هيفرهد من الحر ويموت اللي شعره متوسط هيفرهد من الحر الشديد ويموت مين اللي يقدر يعيش اللي شعره قصير الاس اس دول ماتوا نعمل لهم الجنازة بتاعتهم فإحنا فقدنا ال ال الشعر الطويل وفقدنا الاس ال مين اللي اتبقى اللي هو الاس اس اللي هو شورت شورت ده اللي شعره قصير 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 نعم فكل اللي حصل اني اتركزت المعلومات في منطقه المناطق الحاره شديده الحراره بالحيوانات اللي شعرها قصير ولما تتزاوج من بعضها هتطلع شعر قصير طول الوقت الا اذا عملنا لها تهجين من الخارج علشان يوصلها الى التركيبه الاولانيه امر رائع وفعلا بسيط وحلو ويعني واضح آه آه يا احنا نعم. بسطنا جدا هنتهي بالصوره دي بس كل اللي حصل في الانتخاب الطبيعي هو وزعنا الحاجات اللي موجوده ما خلقناش حاجه نعم. بالعكس احنا فقدنا بعض الاشياء ففي المناطق الشديده البروده فقدنا الشورت الاس والاس في المناطق شديده الحراره فقدنا الال والال فالانتخاب الطبيعي بيركز الصفات الوراثية في أماكن لكنه لا يخلق فهو قوة موزعة وليست قوة خالقة مجدا للرب طيب بتحب تضيف نقاط معينة بعد معنا شوية وقت بسيط بتحب بتحب آه <applause> طبعا نعم. أحب أقول لك إن لما تبتدي بصفات وراثية كثيرة جدا وتوصل لحاجة أقل نعم. زي الذئب اللي هو راس مجموعه الكلاب الكناين دول فتبتدي تشوف التدرج اللي احنا شايفينه قدامنا بيحصل... يعني مثلا الذئاب حافظوا على حالهم يا. بس في ذئاب ابتدت ابتدت تقل المعلومات في ال... ال... الاجيال الم... المتتاليه بتاعتهم نعم. تمام وطبعا مم. مش بس صفات الشعر العظام والعضلات وشكل الوش و... والودان والعينين شيء طبيعي حتى لما بتشوفها بالبشر اذا الام مثلا مثلا بصحه معينه بلون معين بحاله معينه تزوجت بشخص تقريبا مختلف طويل وهي اصيره وهكذا يعني هذا ده بقى تغيير الجينات ده بيطلع اشكال مختلفه لكن ما خلقش حاجه ما خلقش حاجه اللي نعم. احنا شايفينه ان الذئب ده بيوصل لهذه الحاجات لحد ما نوصل في بعض الكلاب اه الشواوه دي الكلاب صغير في ناس بت... بتعمل تهجين ده بيتعمل بالتهجين طبعا م. لان الكلب ده ما يقدرش يعيش في البيئه الحقيقه لانه مش هيقدر يواجه الظروف الصعبه بيعملوا تهجين عشان يطلع كلب صغير كده يقول لك كيوت وبتاع ومرات يحطوه في الهاند باج بتاعتهم ويعتنوا بيه وشكلهم ظريف لكن ما يقدرش يعيش في البيئه العنيفه اللي محتاجه عضلات ومحتاجه شعر ومحتاجه جهاز تنفسي قوي ومحتاجه حاجات كثيره قوي م. ولا بيقدروا يقولوا انه احنا عملنا تهجين كما لو اننا خلقنا لا انت لم تخلق اصلا يا إنسان انت خدت حاجات حيه حيه موجوده بالظبط يعني استخدمت ما هو موجود بالظبط نعم. فالتهجين هو انتخاب اختياري م. لكن الانتخاب الطبيعي ان البيئه بتختار تمام نعم لكن ده كله اختيار من الموجود م. انت ما عملتش حاجه جديده انت ما ما خلقتش حاجه م. جديده انت بينما الله بيقول عنه عفوا أطعتك الله بيقول عنه يدعو الأشياء غير الموجوده بالزبط. كانها موجوده هذا كده. هذا الله بالله. له كل المجد بالزبط. بس الانسان لا يستطيع ان يستخدم الا ما هو موجود بالتاكيد نعم. بالتاكيد نعم. فاللي بيحصل علشان نوصل للبودل ده هو او الشواوه ده بتكون كل المعلومات قلت أو الجينات اللي فيه بقت قليله قوي 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 تعال بقى اوريك الناتشرال سلكشن ده بيعمل ايه اللي هو الاختيار الطبيعي ده بيعمل ايه الحقيقه بينزلنا على السلم بيقلل المعلومات او بيركز المعلومات في منطقه عن منطقه تانية فالانتخاب الطبيعي بيركز المعلومات انت عشان يحصل نشوء وارتقاء انت محتاج المعلومات تزيد فما عندكش مجال تزيد فالانتخاب الطبيعي ماشي عكس النشوء والارتقاء وده 100% ضرب لنظريه بالضبط فالانتخاب الطبيعي لما نفهمه نعرف ان هو بي... بيعكس اتجاه نظريه النشوء والارتقاء، احنا بنحلل النظريه، بنحترم النظريه، بنحترم العلماء اللي بيؤمنوا بيها، لكن لا نتفق معهم ومن حقنا ما نتفقش. بس انا دكتور يعني يمكن رايي يعني. الشخصي انا ما بقدرش اقول انه انا احترم هذه النظريه، لكن انا ممكن اقول انه يعني انا اعالجها بس انا مش مضطر احترمها لانها هي اصلا نظريه خاطئه بغض آه. النظر عن ايماني. اه بالظبط. بص هي الفكره كالآتي نعم. هم بدأوا بافتراض اللي هو الهايبوثيسز وشافوا بعض التغيرات فقالوا التغيرات دي عملت كائنات تانيه نعم. وبالتالي قالوا انه دي ممكن تخلق فاحنا بنحلل هذا الكلام م. كلمة الاحترام لا نعني ان احنا نتفق معهم صحيح لكن يعني ان احنا بن 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 بنواجه الفكر بالفكر نعم يعني نحترم ف... رايهم آه مع العلم انه نظريه خاطئه اه بالظبط نعم بنثبت كده احنا آمين مش احنا بنحط الادله علشان علشان الساده المشاهدين الاحباء يفكروا بنفسهم فاحنا عايزين الكريتيكال ثينكينج يعني ان يبقى في تفكير نقدي آمين لما يقدم آمين لنا آمين فنظريه النشوء والارتقاء بي بيعمل لنا الجزء المخصوص فيه اللي هو واحد من الاعمده بتاعته الانتخاب الطبيعي بيركز المعلومات انت علشان تحصل ايفوليوشن لازم تزيد المعلومات من السمكه تبقى البر مائيه عن... تبقى الزواحف وهكذا امين اشكرك جدا احبائي فيما الدكتور يتكلم عن موضوع انه ممكن الكائنات تقدر تعيش في منطقه معينه وكائنات ما تقدرش على الخالص تعيش تخيلت وضع ادم وحواء عندما كانوا في حاله الكمال والبراره براءه كامله طبعاً. كانوا طبعا في حضره الله في جنه عدن لكن لما سقطوا بس دخلت الخطيه كانوا بالماضي خلينا نقول انه بيور بيور يعني بي بي خلينا نقول <applause> يعني آه نقاء نقاء بر طبعاً. لكن بس جاءت الخطيه وقبلوا العصيان صار عندهم طبيعه ساقطه من اجل ذلك بتلاقي كل الناس صاروا ساقطين ادم لم يعد يستطيع ان ينتج الا نسل ساقط والناس كلها بترفض هذه الفكره يا احبائي، لكن الكتاب المقدس اغلق على الجميع في العصيان ويقول ان الجميع اخطاوا واعوزهم مجد الله، يعني كلنا خطاة من اجل ذلك حتى نرجع لحاله النقاوه يجب ان يكون لنا اذا جاز التعبير تهجين الهي، فجاء المسيح وكل من يقبل المسيح، المسيح يحيا فينا ونحن فيه والمسيح طبعا في الله لأنه هو الله وبالتالي نعود إلى مركزنا الكامل الذي فقدناه لا بل عندما يأتي المسيح سنكون معه بجسد سماوي ممجد ما بنقدر نعيش هناك في الأبدي المجيدة إلا ما لم يكون لنا إذا جاز القول تهجين سماوي صح ولا لا؟ نحن عايزين نلبس لبس البر لبس فالرب لبس لبس البر. طبيعة جديدة وحياة جديدة في المسيح آمين آمين فإذا أحبائي علينا أن نقبل المسيح ليش دائما نحن من أنا يعني شخصيا بحاول لف ودور وارجع للأساس لأنه ما لم نقبل الرب لأننا سقطنا وخسرنا خسرنا مركزنا بسبب العصيان والخطية لازم نرجع إلى الله إذا رجعنا إلى الله نرجع إلى مستوانا لبل أعظم من المستوى الذي كان فيه أو عليه آدم نكون في المسيح فوق كل الخلائق لاننا شعب الرب، كنيسة المسيح عروس المسيح، كيف بقبل المسيح؟ بقول يا رب انا خاطي، انا اخطات اليك، انا عصيت، انا تركتك وبعدت عنك، بس انا اريد ان اتي اليك واقبلك مخلص شخصي لحياتي، غسلني يا رب بدم ذبيحتك المقدمة قدمتها على عود الصليب، بيدخل فيك روح الله بيسكن فيك روح القدس بصير عندك طبيعة جديدة، طبيعة سماوية، الانجيل بيقول صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم في الشهوة، فمناخذ طبيعة سماوية وهكذا بحلفنا روح الله ومنصير أولاد الرب. أحبائي أنا بشكر رب لأجل هذه الحلقات، بشكر رب من أجل حضرتك دكتور والمعلومات الحلوة، إلى اللقاء في حلقة جديدة انت إن تأنا المسيح في مجيئه، الرب معكم.